عارفين المثل بتاع هو أنا هضرب الأرض تطلع فلوس؟ مصر عملت المثل حرفياً وطلعت فلوس، ومش أي فلوس، ده مليار دولار في السنة. منطقة في مصر كلها خير، لكن ما كانش حد ملتفت ليها. دلوقتي الحكومة بتطورها وهتنقل مصر نقلة تانية خالص. يا ترى إيه حكاية الأرض دي؟ وإزاي الحكومة بتستغلها؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من خمسة بالعربي. منطقة من أكبر المناطق اللي مصر بتعتم على خير أرضها، منطقة موجودة في حضن الجبل وعلى شكل تعبان. بالظبط هي منطقة شق التعبان. رغم إنها منطقة جبلية شديدة الصلابة، لكنها فيها خير كتير جدا ومهم جدا جدا للمصريين. خير بيطلع من أرضها، والرئيس السيسي وجه بتطويرها وإنها تتحول لمنطقة صناعية متكاملة. بس قبل ما أقول لكم على المخطط الجديد، تعالوا نعرف ليه المنطقة دي مهمة قوي كده. شق التعبان منطقة صناعية مساحتها حوالي 1608 كيلو، وفيها عدد من المصانع والورش، واللي بيوصل عددهم ل 5252. المصانع والورش دي بتشتغل على تقطيع الرخام وإعادة تصديره أو طرحه لاستخدامه في السوق المصري. رغم إنها بتحقق إيرادات بالملايين على حسب الأرقام اللي أكدتها هيئة التنمية الصناعية، فالمنطقة بتحقق ربح سنوي 350 مليون دولار سنوياً، وده اللي خلى الحكومة تلتفت ليها وتستهدف زيادة أرباح المنطقة لمليار دولار في السنة. الدولة حطت خطة علشان تحول المنطقة دي لقلعة تصنيع الرخام في المنطقة، مش بس تقطيعه وتصديره كمادة خام. وكانت البداية تأهيل المنطقة لخدمة الهدف. البداية كانت بتوفير المنطقة بالبنية التحتية المطلوبة من كهرباء ومية وصرف صحي، وبعد كده إنشاء طرق جديدة فرعية ورئيسية علشان تسهل وصول اللواري اللي بتحمل الرخام، خصوصا إن تكدس اللواري دي على طريق الأوتوستراد كان بيسبب مشاكل كتيرة جدا. وبدأت بالفعل عمليات إنشاء الطرق الفرعية والرئيسية. طريق بطول حوالي 10 كيلو متر بيربط شق التعبان بالطريق الدائري الأوسطي، وكمان تم رصف كيلومتر بالكامل منه عند المدخل من ناحية الأوتوستراد، ومن المقرر استكمال الرصف بعد الدولة ما تنتهي من باقي المرافق. ده غير طريق تاني رئيسي بطول 4 كيلومتر من الأسمنت عند القوس الغربي. أما عن الكهرباء اللازمة للمنطقة فتم الانتهاء منها تماماً. ده غير توفير محطة بنزين كاملة الخدمات ومحطات صرف صحي ومنظومة اتصالات وجراجات للواري. أما بقى عن الجانب البيئي، فتم الاتفاق مع وزارة البيئة علشان يتم عمل سياج شجري يلف المنطقة كلها ب 4400 شجرة، وتم بالفعل زرع عدد كبير منهم. ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس جهاز شق التعبان أكد كمان أنه تم تقنين أوضاع 2000 من المصانع والورش، وحالياً بيتم البحث عن شركة تدير المنطقة بفكر القطاع الخاص علشان نحقق أعلى استفادة. وقال كمان أنه تم إنشاء مصنع بمعاونة الشركة المتحدة لتدوير المخلفات من السحالة وكسر الرخام لتصنيع الانترلوك والبردورات. وقال كمان أن أصحاب المصانع متهاونين جداً، وإن الدولة عملت معاهم لقاءات كتيرة وسمعت آرائهم باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين من المشروع.